السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 18 پارہ چل رہا ہے اور ہم نے 18 پارے کے 10 رکوع تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں آج کا اپنا سبق اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون۔ ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير۔ لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ناظرین امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج ہم نے 18ویں پارے کے 12ویں رکوع تک پڑھ لیا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے. اور اگر ہماری اس ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اپنے اس چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.